يعني ما ادري كل فتره وفتره احنا نرتاح شوي ثم تعود الكره بكثر الكلام عن لاعبيننا وما ادري ليش يعني بالذات لاعبين الاتفاق دائما هم يعني يعني محور الانتقالات والكلام ما في اي شيء من اللي ذكر يعني ذكر ما في اي شيء من اللي ذكر يعني كله كلام غير من الصحه وكله كلام لا يمثل الحقيقه باي صله. يعني هذا فيما يخص يحيى الشهري ابدا انتم ما عندكم نيه اللاعب باقي له سنتين في عقد وما راح تبيعه تقريبا لا ما راح نبيعه حتى لو جاء في مبلغ ابو محمد كبير. والله حتى لو جاء في مبلغ الان احنا في تفكيرنا في يعني تحسين ترتيبنا في الدوري وايضا عندنا امامنا مشاركه اسيويه قادمه ان شاء الله يعني ايضا نظر بالشكل الجيد بالشكل الجيد فيها في المسابقات القادمة إن شاء الله. طيب الأستاذ عبد العزيز الدوسري بالنسبة للاعب يوسف السالم أيضا اللاعب ممكن على وشك أن ينتهي العقد ممكن طلبت اللاعب للتجديد؟ تكلمنا مع تكلمت أنا شخصيا مع اللاعب وهو طلب يعني مهل للمشاورة أهله وجاتني ظرف وسافرت وإن شاء الله بعد عودتي للمملكة بعد سواء من الآن بشوف اللاعب إذا كان له رغبة في البقاء في الاتفاق إحنا قدمنا العرض وإذا كان يعني في مجال المفاوضات هو ما عجب العرض ممكن يعني يطلب حديث يعني صار مجرد لقاء مبدئي وكان هو طلب فترة أو مهلة يعني فإحنا يعني إحنا رغبانين إنه يستمر معنا إذا كان هو يعني ضمن الحدود اللي إحنا نضعها له يعني ونضع فيها أو يعني مبالغ اللي نراها يعني أنا ما أبغى أبالغ ولا أبغى يعني الاتفاق خسر أو انتقل منه لاعبين خلال السنة هذه والكل قامت الدنيا وما قعدت على الاتفاق والحمد لله عاد الاتفاق يعني الآن بشكل وأثبت إنه ما هو على لاعب ولا اثنين يعني نهول المسائل اللاعبين إن راح لاعب فتأويضا إن شاء الله موجود من القاعدة الحمد لله قاعدة الاتفاق قوية وأيضا ممكن استعان ببعض اللاعبين من أندية داخلية ولكن في أضيق الحدود. طيب أبو محمد بالنسبة للاعب كم باقي على عقده بالتحديد؟ باقي له حوالي 7 شهور 8 شهور والله أنا ما عندي يعني إلى الآن ما دخل فترة الستة شهور لا ما دخل هو يعني الفترة الست شهور هذه هي مجرد انه حق يعني حق يوقع ولكن هو ممكن يتفق وممكن اذا كان هو ما له رغبه يعني ما في احد يقدر يجبر اي شخص على البقاء يعني ابدا مرون اللاعب معكم ابو محمد لا لا هو له رغبه في البقاء طبعا لكن طبعا ايضا نوع الماديه تهمه وتهمنا يعني في لاعب يضحي مقابل انه يعني يستقر ممكن اوكي تعرض عليك مبالغ اكثر ولكن تروح وتكون حبيس دكه الاحتياط وقد يعني تروح في النسيان على ما يقولون أو لاعب يعني هو لاعب كرة القدم عادة ما يعني مع الأسف أن اللاعبين كلهم تفكيرهم في الناحية المادية ولكن هو أساسا هو لاعب كرة قدم هو يعني حاب كرة القدم هو يبغى يلعب كرة القدم قبل المادة يعني فالمادة هي ما هي إلا وسيلة يعني أو يعني رزق يعني ولكن أيضا المبالغة في التركيز على النواحي المادية وأن اللاعب يرى نفسه خارج التشكيل أو العقد اللي بعده ما يحصل عليه يعني يحصل على عقد أقل هو موجود وفي النجومية وضمن ويلعب وأساسي غير أن لاعب والله يأخذ مبلغ اليوم وبكرة يجلس خارج التشكيلة والعقد اللي بعده ما يحصل على شيء يعني شفنا كثير من الأمثلة يعني أتمنى التفكير بس يكون اللاعب في لاعبين مميزين خلاص اوكي يعني هذا له قيمته ولكن المشكله ان اللاعبين كلهم معممين انهم مميزين ولكن مو كل اللاعبين مميزين في لاعبين يعني لهم حدود معينه الان صار الكل يطلب مبالغ كبيره ابو محمد ها الكل اصبحت يعني السوق صراحه السوق يعني ما هي يعني ما هي حقيقيه يعني لو هذا سعر السوق ما في مشكله ولكن الصراحه في مبالغ قاعده تدفع اذا كان من بعض الانديه لبعض اللاعبين لإغراءهم ثم نراهم على في دكة الاحتياط يمكن ما يلعب أساسا يعني حتى ما يكون ضمن 18 فهذه كلها مبالغات من قبل الأندية واللاعبين مدام يرون مبالغ كبيرة يحاول أنه يستفيد المبلغ ولكن هو ما يرى أن في عقد ما بعد هذا لأنت حصلت على عقد ولكن العقد الثاني أو اللي بعده فأمامك لسه ما انتهت يعني حياتك أوكي اللاعب الكبير اللي وصل 30-32 سنة والعقد الأخير ممكن يكون الناحية المادية هي بالنسبة له أساس ولكن اللاعبين اللي عمر 26-27 سنة أو الأقل أمامك مشوار يعني ما هو هذا العقد الأخير أنك أنت تبحث عن المادة بالإضافة أنك تكون متواجد
التفكير يجب ان يكون من هالمنطلق يعني. طيب يعطيك العافية أستاذ عبدالعزيز الدوسري، وشكرا يعني رغم انشغالك انك دخلت معنا اليوم، يعطيك العافية أبو محمد. شكرا لك. كان معنا رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق الأستاذ عبدالعزيز الدوسري اللي أوضح الصورة كاملة فيما يخص اللاعب يحيى الشهري، أن اللاعب باقي في عقده سنتين، ما عندهم النية أبدا في بيع عقد اللاعب أو ما تبقى من عقده. وفيما يخص اللاعب يوسف السالم أوضح أنه باقي 7 إلى 8 أشهر، يعني تقريبا باقي له من شهر إلى شهرين قبل ما يدخل فترة 6 أشهر اللي يسمونها الفترة الحرة اللي ممكن اللاعب يروح فيها لأي نادي يرغب. إلى الآن المفاوضات جارية مع الاتفاق، ممكن يجدد معهم أو الانتقال لأي نادي ثاني. فاصل ورجعين مع برنامج غرفة 11.